نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، افتتح معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أعمال المؤتمر العربي الدولي 23 للألمنيوم عربال 2019 صباح اليوم، الذي تستضيفه مملكة البحرين على مدى 3 أيام تحت شعار رسم ملامح مستقبل الألمنيوم في المنطقة العربية، بحضور معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب، ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وعدد من كبار المدعوين والرؤساء التنفيذيين في مصاهر الألمنيوم بالمنطقة وقادة الأعمال من مختلف القطاعات الصناعية. وبهذه المناسبة رفع معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة أسماء آيات الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله على رعاية سموه لهذا المؤتمر النابع من الاهتمام الذي يليه سموه لهذا القطاع الحيوي، والذي يعود إلى أواخر ستينيات القرن الماضي حينما دعم سموه إنشاء أول مصنع ألمنيوم بمنطقة الخليج العربي، وذلك ما يبرهن دعم سموه لمبادرة استضافة مؤتمر عربال الذي بلغ اليوم دورته 23 وتستضيفه البحرين للمرة الخامسة منذ تأسيسه. كما نقل معاليه تحيات سمو رئيس الوزراء وتمنياته للمشاركين في هذا المؤتمر والقائمين عليه بالتوفيق والنجاح ليحقق المؤتمر الأهداف المنشودة التي من شأنها أن تعمل على تبادل الخبرات وتقريب وجهات النظر بين الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم تحت سقف واحد في مملكة البحرين، والخروج منه بمقترحات علمية بناءة تدعم تطوير وتنمية صناعة الألمنيوم في المنطقة. وقال معاليه يعد هذا المؤتمر الحدث الأبرز لصناعة الألمنيوم في الشرق الأوسط بمشاركة نخبة من قيادي الصناعة على مستوى العالم، الأمر الذي يدل على المكانة المتقدمة والمرموقة التي وصلت إليها المملكة في هذا المجال، خصوصا وأنها تعتبر رائدة في صناعة الألمنيوم من خلال شركة ألمنيوم البحرين ألبا التي تعد إحدى الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال. موضحا معاليه أن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى ودعم سمو رئيس الوزراء ومساندة سمو ولي العهد تولي اهتماما بالغا من أجل تطوير هذه الصناعة وتمكين شركة ألبا من المنافسة العالمية، وذلك عبر الدعم الذي يحظى به مشروع خط الصهر السادس للتوسعة الذي سيكون له دور جلي في تعزيز الاقتصاد الوطني للمملكة، فضلا عن توفيره لفرص عمل للعمالة الوطنية المؤهلة والمدربة. ورعاه بالشكر والعرفان خاض صناعة الألمنيوم الأولي للمنطقة. سبع وثلاثون عام من التعاون المشترك. تم تأسيس المؤتمر العربي الدولي للألمنيوم في عام 1983 من قبل المهندس محمد النقي بهدف تعزيز التعاون بين شركات صناعة الألمنيوم في الوطن العربي وإيجاد الحلول في إطار عمل مؤسسي لمختلف تحديات الصناعة على المستويين الإقليمي والدولي. ومنذ تدشينه وحتى يومنا هذا تم عقد المؤتمر 23 مرة في دول عربية مختلفة، حيث احتضنت مدن كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وغيرها من الدول هذا المؤتمر المهم، الذي يهدف لتزويد أهم الشخصيات والمؤسسات المؤثرة في صناعة الألومنيوم في الوطن العربي بالمعرفة والأفكار اللازمة لتطوير الصناعة وضمان مستقبل أكثر إشراقاً. ولذا يحظى عربال سنوياً ليس فقط بدعم ورعاية المصاهر والجهات المشاركة، بل وباحتضان المجتمع العربي ككل. وفي هذا العام تفخر شركة ألمنيوم البحرين ألبا باستضافتها للمؤتمر للمرة الخامسة بإيمان مطلق بدوره في تعزيز صناعة الألمنيوم التي بدأت حكايتها في منطقة الشرق الأوسط مع تأسيس الشركة رسمياً
بموجب مرسوم أماري صادر في عام 1968 ومع وضع حجر الأساس لمصهر الشركة من قبل سمو الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه في يوم الاثنين الموافق 6 يناير عام 1969، لتصبح الشركة بذلك أول مصهر للألومنيوم في الشرق الأوسط وأول صناعة غير نفطية في البحرين، وبعيد صب أول معدن منصهر للشركة من قبل الأمير الراحل صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه عند 11:30 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 11 مايو عام 1971. تبلورت الرؤية الحكيمة الرامية لتحقيق نقلة نوعية للحياة في مملكة البحرين، فبدعم القيادة الرشيدة للمملكة وبجهود صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس وزراء مملكة البحرين الموقر حفظه الله ورعاه، انطلقت الصناعات التحويلية لتعزز من قصة نجاح التي ألهمت دولاً عربية عديدة، بادرت بدورها لتقوية المساهمة العربية في هذه الصناعة الحيوية، وذلك بافتتاح مصهراً تلو الآخر. إنه لشرف عظيم لنا جميعاً بأن نحظى بمقابلة سمومكم في بلدكم الكريم المعطاء بتوجيهات سامية ورشيدة من سموكم انطلقت فكرة إنشاء صناعة الألومنيوم في دولة وفي دول مجلس التعاون الخليجي من مملكة البحرين الشقيقة. ذاك الوقت رؤية ما كانت مصانع في المنطقة، وكنا نأمل أن لا نعتمد على مصدر واحد وهو النفط، فحاولنا أن نبدأ بالصناعة، وشفنا أن صناعة الألمنيوم أقرب لأن تكون موجودة في البحرين وأن تعمل على توظيف المواطنين وتدريبهم على الصناعات المتطورة والمتقدمة. فذهبنا حول العالم لنأتي بالشركات والمصادر اللي تصدر لنا الألمنا، واتفقنا مع الحكومة هناك وبدأنا هذه المرحلة، وشاركنا في ذاك الوقت من شاركنا في قامة المصنع، والحمد لله هذا المصنع أدى ما كنا نتمناه ووفر قاعدة أساسية للصناعات في الخليج وفي البحرين طبعا بشكل خاص. فبدأنا من ذيك المرحلة من ما كانت عندنا مصانع، وكان يقال لنا ذاك الوقت أن النفط راح يقل وأنه راح ينضب، فعملنا على توفير كل ما ممكن توفيره للصناعات المحلية وخاصة الصناعات الصغيرة، والألمنيوم تخرج منه مشتقات كثيرة وصارت منه صناعات كثيرة عندنا في البحرين، وأدت إلى إنتاجات متعددة منها المشتقات، فولله الحمد يعني نجح. وبعدين أقيمت مصانع في دول الخليج مشابهة بسبب الطلب على الألمنيوم في العالم، فعملنا ولله الحمد والله وفقنا. والله أنظر لشعب البحرين شعب معطى وشعب متطور وشعب يريد أن يتعلم، تجربتي ويا شعبي ولله الحمد وجدت فيه كل العمل اللي تتمنى أي بلد في العالم، ولله الحمد إلى اليوم التطور في شعبنا وقبوله للعلم والتعليم، وشعب طموح ولله الحمد، وإحنا نريد نخدمه ليؤدي واجبه ويقوم بالطموحات إن شاء الله اللي نتمناها له جميعا. واليوم وبفضل كل الجهود الحثيثة تنتج المصاهر المنضوية تحت مظلة عربال أكثر من 5 ملايين طن متري سنوياً من الألومنيوم عالي الجودة، محققة الرؤية الحكيمة التي بدأت مع شروق شمس شركة ألومنيوم البحرين التي تعمل على مدار الساعة ودون أي توقف لتنتج ألومنيوم للعالم.
وخلال الحفل ألقى سعادة الشيخ دعي بن سلمان بن دعي آل خليفة رئيس مجلس إدارة شركة ألبا كلمة أعرب فيها عن بلغ شكره وتقديره إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر لرعاية سموه لهذا المؤتمر ومساندته المستمرة لصناعة الألمنيوم في مملكة البحرين بشكل عام ولشركة ألبا بشكل خاص، مما ساهم في تحقيق السمعة والمكانة العالية لمملكة البحرين على المستوى العالمي، الأمر الذي يعكس اهتمام حكومة مملكة البحرين ورعايتها لصناعة الألمنيوم في البحرين لما تمثله من أهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني. وقبل ختام الحفل تفضل معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة بافتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر واطلع على المنتجات التي تقدمها كبريات الشركات المشاركة في المعرض من مختلف قطاعات صناعة الألمنيوم من المصاهر وموردي المواد الخام والصناعات التحويلية المحلية منها والعالمية. يعد مؤتمر عربال هو الملتقى الوحيد الذي يجمع تحت قبته عددا من الرواد الدوليين لصناعة الألمنيوم بهدف مناقشة التحديات العالمية التي تواجهها هذه الصناعة وإيجاد حلول مناسبة لها بالشكل الذي يلائم مستقبل الطلب على الألمنيوم وكذلك زيادة القدرة التنافسية من حيث التكلفة وصولا إلى المحافظة على التوسع التصاعدي في صناعة هذا المعدن. هو فرصة لمناقشة كثير من الأمور الخاصة بقطاع الألمنيوم، خاصة وأن هناك تذبذب في القطاع نفسه في الأسعار وعدم يقين وعدم رؤية واضحة بالنسبة للاقتصاد العالمي. تجمع ذو مردود مثمر جاء بحلته 23 التي حملت عنوان رسم ملامح مستقبل الألمنيوم في المنطقة العربية، فهو من سيتريث في الوقوف وعبر المتحدثين في جلساته على عدد من المواضيع والقضايا الملحة من أبرزها كيف بيكون التعاون المشترك ما بين المصاهر الخليجية مع بعضها في ظل التحديات القائمة الآن عالميا، من ضمن المواضيع اللي بتنطرح في هذه المؤتمر عن مادة البحرين ما بعد الخط السادس، شلون البحرين أو ألبا بالتعاون مع EDB مع وزارة الصناعة مع ممتلكات إنهم يزيدون الصناعة التحويلية في البحرين. معرض جاء على هامش هذا المؤتمر فاسحا المجال أمام كبرى الشركات الرائدة في صناعة الألمنيوم حول العالم إلى تبيان ما لديها من أحدث الأدوات المستخدمة في إنتاج وتصنيع الألمنيوم، ناهيك عن دوره في أن يكون محطة عبور لإقامة جملة من الصفقات التي سترى النور قريبا. بعطيك مثال حي، احنا اجتمعنا مع شركة ألمانية وقاعدين نحاول نتفق معاهم لإنشاء مصنع لمجسات حرارية. احنا معادن فعالين في عربال، وعربال هو مؤتمر يلتقي فيه التقنيين في صناعة الألمنيوم وكذلك المشغلين في صناعة الألمنيوم، يعني يكون تبادل أفكار تبادل خبرات، فهي منصة جدا ممتازة نحرص على ان احنا نكون متواجدين فيها حتى انه يعني نشارك بخبراتنا كذلك وكذلك نستفيد من الخبرات اللي في المشغلين والمنتجين. عربال مؤتمر كبير والحقيقة الفائدة يعني كبيرة، هناك كثير من المحاضرات القيمة، التواصل الكبير بين الفنيين بين الموردين. هذا المؤتمر جاء انعقاده بالتزامن مع تحول شركة ألبا لأن تصبح أكبر مصهر للألمنيوم في العالم على إثر إكمال تشغيل مشروع خط الصهر السادس للتوسعة والذي تم
في 31 من شهر يوليو الفائت. مؤتمر وإلى جانب شقه النظري أيضا يأتي على إظهار الشق العملي لتلك المراحل الدقيقة التي تمر بها صناعة الألمنيوم، صناعة تحويلية تريد بالاقتصاد خيرا إذا استثمرت بالشكل الذي صمم لها أن تكون. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.